بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبالكم برضو شكل جديد من الفوطة. هستعمل اللون ده من الخيط واللون ده من الفوطة، يعني ماشي. ابتدي على طول، برضو هنعمل في الشكل ده. انا هنا هعمل برضو عدد من السلاسل على قدها، على قد برضو العرض بتاع الفوطة. طبعا انا كل اللي عندي كله 50 سنتي، ماشي. نعمل زي 45، يعني 45 سنتي، علشان طبعا في الشغل بتتقل، ماشي. نعمل سلاسل، عدد من السلاسل ونقيس. انا هكمل السلسله كده، ماشي. انا هكمل السلسله لغايه ما يجي الطول اللي انا عايزاه بالصوره دي كده. خلصت هنا كده، ادي السلسله بتاعتي. مشدش برضو قوي، بس اهي كده قدها، ماشي. همشي بقى على السلاسل دي كده كلها، وهعمل غرزة منزلقة. هدخل في السلسلة كده واعمل غرزة منزلقة اهي كده. خلاص اكمل بقية السطر ونرجع مع بعض نشوف السطر التاني. انا هنا كده خلصت الشريط الغرزة المنزلقة. هاجي في الاخر هنا كده وهعمل 3 سلسلة، واجي اضير الشريط كده. هاجي زي ما احنا شايفين هنا كده في الغرزة اللي جنبها هنا دي، وادخل واعمل غرزة منزلقة. بعد كده 1 2 سلسلة، وعد 1 2 من تحت، واجي في التالتة واعمل غرزة منزلقة. بعد كده 1 2 3، واللي في اللي جنبها على طول اهي في جنبها على طول، واعمل ادخل واعمل غرزة منزلقة. بعد كده 1 2 سلسلة، وعد 1 2، وادخل في التالتة واعمل غرزة منزلقة. 1 2 3، وادخل في اللي جنبها على طول واعمل غرزة منزلقة اهي كده. بصوا اهي، تبقى كده تديني الدوائر دي، ماشي. بعد كده 1 2 سلسلة، وادخل 1 2، وادخل في التالتة وغرزة منزلقة كده. 1 2 3، في اللي جنبها على طول، وادي غرزة منزلة. هفضل بقى ماشية بالصورة دي كده اهو. خلصت هنا كده، ادي السلاسل بتوعي. بعد كده هعمل دايرة كده، اخد غرزة منزلقة، هدخل في السلسلة دي كده واعمل غرزة منزلقة. بعد كده هعمل سلسلة، وهاجي هسيب الدايرة دي، وهاجي في الدايرة دي اللي هي التلاتة، وادخل وهعمل ادي اول عمود، ادي سلسلة. هعمل 6 عواميد فاصل بين كل واحدة وواحدة سلسلة. بعد كده ادي تاني عمود، سلسلة، تلاتة، وادي سلسلة، 4 سلسلة، ادي كده 5، وادي سلسلة، ادي 6، ماشي. بعد كده هعمل سلسلة، هاجي هسيب الاتنين دول، وهاجي في دي
يعني هسيب اللي جنبها وهاجي في دي وادخل واعمل غرزة منزلقة. بعد كده سلسلة هسيب اللي هنا دي اللي جنبها وهدخل في التانية هنا وهعمل برضو 6 عواميد. ادي 1 في سلسلة، 2 3 4 5. ادي 6 وادي السلسلة. هسيب اللي جنبها وهيجي في التانية وادخل واعمل غرزة منزلقة. اهي بصوا تبقى منظرها ايه اهي. بعد كده سلسلة هسيب دي وهيجي في اللي جنبها على طول التانية واعمل غرزة. ادي 6 عواميد، ادي 1، ادي 2. بعد كده سلسلة، ادي عمود التالت، ادي سلسلة. بعد كده 4 سلسلة، ادي 5 وادي سلسلة وادي 6 سلسلة. وهسيب دي وهاجي في اللي جنبها على طول واعمل غرزة منزلقة اهي. خلاص نكمل بقية السطر ونرجع مع بعض. خلصت هنا كده، ادي السطر اهي ونهايته هنا سلسلة وغرزة منزلقة. هاجي بعد كده هنا هعمل، هطلع هاخد سلسلة والف كده الشغل، هطلع بأول 3 سلسلة. ادي اول عمود، هدخل بقى في العمود ده فوق العمود ده واعمل عمود. وعندك هنا في عند السلسلة بين العمود والعمود ده السلسلة اللي عملناهم، هنخش ونعمل عمود. هعمل ادي عمود وعمود فوق العمود وعمود بين الاتنين في السلسلة. ماشي، ادي 1 2 3 كده 4، وادي عمود تاني، ادي كده 5. ماشي، وهاجي هنا في النص، هما هنا 6، هاجي بقى هنا بين التلاتة دول والتلاتة دول هدخل واعمل عمود. ادي 6 عمود، ادي 6. بعد كده هاجي اعمل 1 2 3 4 سلسلة، وهاجي ادي هنا اللي في النص اللي خدنا هنا عمود، هدخل في نفسها برضو واعمل عمود تاني. ادي كده يعتبر اول عمود من الناحية التانية. في العمود التاني ادي عمود، ادي كده 2 في السلسلة هنا، ادي كده 3، ادي رابع عمود فوق العمود، ادي في السلسلة اللي فصلة ادي كده 5، وهاجي عمود فوق العمود اللي هو 6 اهي. تبقى بالصورة دي كده. بعد كده هاجي على طول، انا مش هعمل سلاسل ولا هعمل اي حاجة، هاجي برضو هنا كده عمود فوق العمود، وادي السلسلة اللي فاصلة بينهم ادي تاني عمود، تالت عمود فوق العمود، ادي برضو اهو. همشي بقى في كله كده. ماشي، ادي 1 2 3، ادي كده 4، وعمود فوق العمود ادي كده 5. بعد كده فاصل بينهم ادي كده 6. بعد كده 1 2 3 4، وهاجي هنا العمود اللي هنا ده هدخل برضو في نفسه كده وادي عمود، ادي كده 2. بعد كده عمود فوق العمود، عمود فاصل هو بين اللي هي في الفصلة اللي هنا السلسلة، وادي العمود اهو التالت، ادي الرابعة، وادي هنا خامس، وادي 6 اهو الصورة دي. ماشي، ادي كده همشي بقى بالصورة دي زي ما احنا شايفينها كده اهي.
عمود فوق العمود، والفاصل اللي هو بين العمود والسلسلة هو زي اللي هنا كده، العمود سلسلة عمود، هيبقى الفاصل بينهم حامل العواميد كده. ماشي، اهي بالصورة دي. وهفضل برضو اكمل بقيته كده خلاص. خلصت هنا كده، ادي الشريط ده اهو كده. نقطعه كده، هو حاجة صغيرة، مش صعب ومش كتير، تقريبا عامل زي الفوطة، شبه الفوطة التانية الأولانية، وطبعا مختلف عن التاني. يعني نجيب بس دي كده، الصورة دي كده، ادي خلصنا الشريط. ادي الوش بتاعه اهو، وهيجي يتحط، هيتحط برضو على الحرف من هنا كده ويتخيط. عايزة تخليه من الحرف هنا زي ما انت عايزة، عايزة تخليه من هنا من فوق، دي برضو حاجة ترجع. وادي الشكل بسيط وسهل لأي حد عايز يعمله. خلاص، يا رب تكون الورشة النهاردة خفيفة وسهلة عليكم. وبرضو ما ننساش زي ما بقول لكم، ننساش لايك وشير عشان الكل يستفيد. واستنوني الحلقة الجاية ان شاء الله بشكل تاني جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.